وفي عيدهم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التوجيهات لدعم ومساندة حقوق العمال. ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب إلى سرعة مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإصداره. كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، كرم عددا من النماذج العمالية المتميزة، حيث كرم الرئيس السيسي عددا من قدامى النقابيين فضلا عن تكريم عدد من العمال من ذوي الهمم.